أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نضيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. يقول الله سبحانه وتعالى إلهي وحليه جل جلاله ألم تر سوم أركن بليات منافقين تن وصفقود ويهي غريب كاليا ألم تر سوم أركن إلى الذين كوي نافقوا منافقوا بي يقولون وحي إليهم كواس منافقين تا لإخوانهم ولا لهد وحي كليهم الذين ولا لها سو كفروا قالوا بي أو من أهل الكتاب أهل الكتاب كي لئن أخرجتم قريه إن هذين لئن كسارو لنخرجن أنقنا بحنا أو بحنا معكم معينا لبحينا أو مدينة كهرمين. منافقين تتلمامه وذا يقبائح وذا يفضائح وذا قيبك مدو آيادا إله إنه يشيك سبحانه وتعالى لمن كان منافقين تا مسلمين تين اللمجران قالن اللمجران المنافق ضعيف الشخصية صراحة ما أقوده إنه وحد يستوى قلبك قالوا كي هاي أفكنا وحولي هاي مسلمان هاي مركب وحيالها فضائح دودا كمدها وحاكمدا وإلهي ونوشيك سبحانه وتعالى لمنكي هربن النذير مركي أي أركان منافقين تي هربن النذير إن أي عرير أي كجران أو حسار كي لغو سمييو قريوه دي لغو هريري أي بلسي أي قلبك أو قدسان أي بانك وشيك أيان وحيليه إن قريه إن هدين لأيدين كسارو أنقونا مدينة جوغ مين مدينة مجوغنا وإن كذا بحينا وشاما إذن راعينا إلهي مركب وحيري سبحانه وتعالى يساقوا عبدينا إن يأرهن كاس بينك الشيقيان ألم ترى سوما أركين إلى الذين كوين نافقوا منافقوا بي يقولون لإخوانهم ولا لهد وحي كليهن الذين كواسوا كفروا قالوا من أهل الكتاب أهل الكتاب كي لئن أخرجتم هدين لئذين سارو مقالة مدينة لئذين كسارو لنخرجن بحنه أو بحنه معكم معينا لبحينا ولا له ناتيهين واتي قال لماذا أن اسكو حريرين جرني واتي عداود النبي عليه الصلاة والسلام أن اسكو حريرين جرني هذه برد باتدى بحتانك وإذن كل عضوه والمقالة وكبح ذان مقالة أنه نكسي راحي سنمين محايلة ولا له ناتيهين ساسي ليهين ويقوب بين شيئا ولا نضيع من أدعين فيكم في خذلانكم أذنك إن ليذن هوجيه ودبات ليذن كرده أحدا عدنا كو أدعي منه أبدا ولكن قفا كيالي إنه هل هو جيو يهود هربا النذير هل أدباتي قفا كيالي إننا ملي سيدا ندين تاقر سنهاي سيدا ولاليهن خالصين عن أنهاي سيدا دباتي دين أي نوحا ونجنيسو قفا كيالي إنه هل هو جيو يهود مجرتو هذا الكاسي ليهن وقلبك عن كاهين وإن قوتلتم هدين ليدين لدك علمنا لننصرنكم إذن هيلنا أو إذن هيلنا هذه اللي إذن لا تقالمو هذه هذا الدقال اللي إذن كسر قادنا جرب كنا نتاجنا هاي أو إن كدفاعنا ضد كمسلمين تدقال كإذن كسر قادي والله إله يشد وحمر قاتك هاي إنه منافقين تاسل لكاذبون بين على يال إن يهين من تود وحي شيء جيان أردن هالكلمة أو رن كاهي مجرته وحي إلي هدي إلهي سبحانه وتعالى بنتو ذا إساقو النوسي عدينا يو إلهي وحو يري لين أخرجو هدي لساره نمانكا يهودا هربان النذير مقالة مدينة هدي لساره لا يخرجون منافقين مبحيان معهم يهودا معيقو ذا لبح مايان بنتو ذو بباتة داس إيا قحر كاس إيا رول كاس سحرها والله ساري ملا آذيان وابنتو ذو ولين قوتلو هدي للدقاء لما يهودنا لا ينصرونهم أهل المايان وبنتوت هل مال أم هل ساع صفك لقل المايان أهل المايان ومنافق ولئن نصروهم هدين لعل أهل ليان ويسكد ديان إني صفكو ذا كدقى اللمان
ليولن جيديان أو جيديان المنافقين الأدبار دبوين كي جيدينايان دبوين جيدينايان وعرايا هذا يسكد ديان حتى صفكين قلان قلب يكود دقاء اللمان مهيان عقيدة يكود دقاء اللمان مهيان دين يكود دقاء اللمان مهيستان دبوين جيدينايان وعرايا وضعفاء الشخصية ثم مركا كبعد لا ينصرون يهود الله للمايه حق إلهي سبحانه وتعالى هي لا يهود مر والبابا وجهه للمايان سداسي مركا بين عليال ويهين قال ذي كلو يهود أنا بين تاسي كل دقمان مسلمين تين بين تي كل دقمان آخر موقف كإلهي مركي هو استعجلنا بين إلهي سبحانه وتعالى كل معاملون عيان سداسي ضد ضعفاء ويهين إلهي وحوري سبحانه وتعالى لا أنتم أدينك هذا مسلمين تي تهين أي أشد درنا شبلا رهبة من رهبة حق عبسدا أذن كبقيان عبسدا سو في صدورهم منافقين تلابه هذا بحدو دهاتي قلبه هذا مركي لفيري منافقين تسي إذن كبقيان أذن كيبقات إذن كبقيان ومن الله إلهي حقي سبق وعبسي بذنهم إلهي أذن كمركي ليرا أذن كبقيان إلهي كبقي مايا محايا لي إلهي وحلوغ بقى عقيدي إيمان إيا هيبدا إلهي عظمدا إلهي وقفك مؤمن كقلب يسا كوين إلهي قلب يسا قلب يسا كما بجران بعظم إسكداف إلهي كهي بيستان وعظمدا يسا قلب يسا إسكداف مبرو ميسنا با إلهي بركة مروال بابا وحوى يقفك كإتال رون إيو الدوية قفك أغسر رأي إيو قفك أسي كبقى يام بس عبسي آخره عبسي إلهي كما جرته إلهي وحور الله أنتم أدينك هداد مسلمين تيتهين أيها أشد درنا شبدا رهبة من رهبة حق عبسي دا وكود درنا شبدا عبسي دا سوى في صدورهم منافقين تلابه هودا بحدو داهات قلبي قودا ويدن كبقايان من الله إلهي حقي سنة إذن كغا عبسي بدنيهين إلهي عبسي دا كبقايان أدينك إذن كبقان إلهي كما ببقان محاس سببي إن إلهي سبحانه وتعالى يقع أبو ري كعب سنوايان ضد بن آدم أنا يكعب صدان محاس صبابي إلهي وحوري سبحانه ذلك خوف كاس أو أدنك إذن كبغيان إلهينا إسان كبغينين بسبب أنهم أيقوا قوم قوم إن يهيم أي السبب وهم منافقين قوم كاسوا لا يفقهون أن فهمين إن عظمة الله إلهي عظمة يسيه بدأ إلهي ما فهمه وحو إلهي يهي ما بيقانا قفك هدوسا إلهي أقون ألهينا إلهي كما عبصد سبحانه وتعالى قفك البابا عبصد إلهي وحي كلا أكتهي إلهي قلبي يسا إنتو عظم ديسا كلا أكتهي وإلهي أكتيسا وكحشونا وإلهي أكتيسا وكقرنا وهي بدأ إلهي قلبي يسا يكوه انتهي أيا قفك البابا عبصد إلهينا كلا أكتهي سبحانه وتعالى مركب ما بيقانان إلهي عظم ديسا وح إلهي هذا ما أقع لا يقاتلونكم إذن لدك الله مما يعني يهود جميعاً دمان حاليهين أيغو أرورسن أو إسوافقسن ما إذن لدك الله يعني يهود هذا مسلمين تيتهين إلا في قرآن قريوين دحدو ذا يهود إن إذن كل لدك الله ما هني قريوين كاسو محصنة إلا أتكي من وراء الحصون إن إذن لدك الله دفيسي ألك قداشو ذا دفيسي قلان ما هني بنانك ساحة معركة دقالك بنانك اسم صوليك كران يهود محايا لي عقيدة يخد دقال لمان مهيستان آخرة وناكسن إن يسنكه الرين نوي أكسويهين أو من وراء جدر أمدر بيادة قداشو ذا إن إذن كلا دقال لمان مهان وجمع جدار أو من وراء جدر أمدر بيادة قداشو ذا إن إذن كلا دقال لمان مهان تاس وجي وجي وإذن كقعب سنايا وجي وجي إذن كقما إمان كران يهود inay darbi isku aadiyaan dhufays inay galaan oo halka ay wax ka soo toortooraan oo halkaas ay ka caaytamaan mooyee si wajigiina ma iman karaan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma hayaa aqeedda idin kula dagaalamaan ma hayaan baasuhum yahooda baaskooda baynahum dhexdooda xaal baasku u yaalo shadiidun mid adag oo ayagaaba is heesto Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma hayaa inkastoo yahood magac waas kore uuna iska waafaqsan yihiin haddana firaq iyo ahzaab iyo aara iyo madahib fara badan kala aaminsan yihiin yahooda dhexdooda intaas oo firqo way dhexdooda way dagaashan yihiin intaas oo firqo ilaahi wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala tahsabuhum had ummalaysa yahood jamee'an dad kulansan oo iswaafaqsan inay yihiin dad aruursan oo kulansan oo isku ra'yi ah oo isjeclaad ummalayn laakiin wa quluubuhum quluubtoodu shatta mid iskhilaafsan oo kala tagsan لكن قلب جود هو كلا جيداه وإسخلاف سنه قلوب تودو ويصير كلا جيداه وقلوب تودو وإسخلاف سنهن مسلمين تو لكن كرمر كفيريان
waxay leeyihiin waa dad ishaysta, waa dad ra'yigooda iyo qalbigooda uu midaysan yahay. Maxaa arrinkaasoo dhan uu ku dhacay? daalika arrinkaas madkuurka ah oo lasoo sheegay oo dhan, oo inaysan saaxada dagaalka weji weji aysan u imaan karin, inay dhexdoodii ay iskhilaafsan yihiin, bisababi annahum ayaga yahuud qowmun inay yihiina sabab u ah, qoomkaasoo laa yacqiluuna aan caqli lahayn, oo diintaba aan fahmin wax garanaynin, diintii ma garan maayaan, caqiidda waxay tahay fahmi maayaan, ilaahay cadamadiisa iyo weynankiisa ma fahmayaan, waa dad aan caqli lahayn. Maxaa yeelay mar walbaba caqligu waa diinta. Qofka yacni ugu caqliga badan bini aadamka waa qofka bini aadamka ilaahay ugu cabsida badan subxaanahu wa tacaala. Qofba qofku kale ka diin badan yahay, ka alla ka cabsi badan yahay, uu ka garaad badan yahay, waana ka caqli badan yahay. kamathali alladiina min qablihim qariiban, hum kuwaas yahuudda ah oo dhibaatadaasi ay ku dhacday heer bani nadiir, kamathali alladiina kuwii tusaalahoodii oo kale, min qablihim iyaga ka horreeyey, qariiban waqti dhowna ka horreeyey iyaga oo kale, waqti dhow dadkii iyaga ka horreeyey oo kale way tusaalahoodi. oo dadkaas iyaga ka horreeyey maxay ahaayeen? laba qolaba waa lagu fasiraa. waxaa lagu fasiraa nimankii kufaaru quraysh ee dagaalkii Badar, iyagoo isla weyn oo isla qab weyn oo kibir uu ka buuxo qalbigooda yimid dagaalkii Badar, haddana lagu jebiyey, lagu baabiiyey, lagu ihaanaystay, lagu dulleystay. sidaasoo kale weeyo nimankan iyaguna heer bani nadeer, niman qab weyn oo kibir badanoo oo muslimiintana soo aadi kara dhihi jiray ahaayeen, sidaasaa ilaahay u ihaanaystay subxaanahu wa tacaala, ay ku jabeen magaaladii Madiinana looga kiciyo, dhulka saxaraha ee Shaam ayaa loo saaray. marka ku cibro qaataana ilaahay wuxuu leeyahay waxay la mid yihiin kuwa iyaga ka horreeyey sidii loo galay oo loo ihaanaystay markay xaqa ka hor yimaadeen. qaybta kale waxaa weeye kamathali alladiina min qablihim qariiban, waxaa kaloo lagu fasiraa heer bani qurayda, sidii heer bani qurayda iyaga ka horreeyey loo galay. maxaa yeelay heer bani qurayda kibirkoodii iyo khidlaankoodii iyo cadaawadoodii markay joogsan weysay, ilaahay ayaa ku salliday muslimiintii. markaasaa guryahoodii inta laga soo saaray ayaa qof walba hubba qaadi karo qaangaarba ah ayaa la laayay heer bani qurayda. marka labadaba waa lagu fasiraa kamathali alladiina min qablihim qariiban, dhaquu way dhadhamiyeen kuwaasi, wabaala amrihim, arrinkooda cuquubadiisii dhadhamiyeen, arrinkoodii cuquubadiisii, gaalnimadoodii, cadaawadoodii, diintii ka hor imaadka ay ka hor imaanayeen, xumaatadoodii, cuquubadoodii dhadhamiyeen. walahum waxayna iska leeyihiin kuwaas yahuudda ah cadaabun ay leeyihiin, cadaabkaasoo aliimun, ee naftooda xanuunjeeti, aakhirana waa u dambaysaa, waa cadaab aliima. adduunyadana waxay ku dhadhamiyeen mirihii iyagu ay abuurteen, wixii uga soo dhashay oo cuquubo iyo ihaano ah ayay adduunyada ay ku dhadhamiyeen. kamathali shaytaani, hum iyagu nimanka yahuudda ah, kamathali shaydaani, shaydaan tusaalihiisoo kale wu, waxay kale la mid yihiin dhinac kale markii laga fiiriyo shaydaan oo kale. id waqti qaala lilinsaani, insaanka uu ku yidhi, shaydaanku qofka bini aadamka uu ku yidhi, ukfur gaalow. falamaa waqtigii kafara insaankii uu gaaloobay, qaala shaydaankii wuxuu yidhi, innii anugu bariun minka, xaggaaga beriyan ka ah, innii anugu akhaafu allaaha, ilaahayan ka cabsan, rabb alcaalamiina, caalamiinta rabbigooda ahaa. nimankan munaafiqiinta ah iyo yahuudda tusaalahoodu waa sidaasoo kale. munaafiqiinta yahuudda mar walba waxay ku leeyihiin, nabiga aanu iska celinno sallallahu calayhi wasallam, haddii laydin soo weeraro garabkiinaan taaganahay, guryihiina haddii laydinka saaro, magaalada Madiina inaguna ma sii joogayno, waadin raacaynaa, dhibkaanu idinla qaybsanaynaa, dheefta waa idinla qaybsanaynaa. sidaasay leeyihiin. runtii markay gaartay oo nimankii yahuudda la ihaanaystay oo dhulkii saxaraha ahaa ee dhinacii Shaam loo eriyey oo loo saaray, waa ka hareen, waa hoojiyeen munaafiqiin. maca salaama yidhaahay, maca salaama. markay dhiiqadii geliyeen oo xumaatadii ay geliyeen oo ay kiciyeen, meeshii ugu xumayda, ugu ihaanada badnayd markay marayay, ka hareen munaafiqiintii ka joogsaday. marka waxay la mid tahay qofka shaydaanku marka hore macaasiduu ku ridaa, gaalnimaduu ku ridaa, markuu dhiiqada ku hubsado oo xumaatada uu ku hubsado, markaasuu asagoo ku jeesjeesayo wuxuu yidhaa, anigu beriyan ka ahay, marka anigu ilaahan ka cabsana. marka macnuhu waxa weeye, adigu ilaahay kama cabsanu ana, laakiin anoo shaydaan ilaahan ka cabsanu leeyahay. waa istihza, jeesjees. marka tusaalahooda saasoo kale la mid yahay. munaafiqiin markay arkeen saxarihii in loo saaray oo maalkoodii la qaniimeystay nimankii heer bani nadeer, waxay yidhaahaen beriyan idinkana,
warkii aan idiin sheegi jirin dhahina waa idin raacinaa iyo waa idin la dagaalamaynaa iyo beryaankana anaguaas hum iyagu ka mahali shaydaani shaydaan tusaalihiisa oo kale wuu id waqti qaala lilinsaani qofka bini aadamkaa shaydaanku uu ku yidhi ugfur gaalow falamaa waqtigii kafara uu gaaloobay insaankii qaala wuxuu yidhi shaydaankii innii anigu bariun minka beriyaan kaa ahay innii anigu akhaafu allaha ilaahayaan ka cabsana rabb alcaalamiin ah istihzaau sidaas ku leeyay jeesjees ee shaydaan ilaahay kama baqaayo subxaanahu watacaala fa kaana caaqibatahumaa labadaas ciribtoodii dambe waxay noqotay maxay tahay waa shaydaanka iyo insaankii uu baadiyeeyey oo meesha xun markuu gaaray uu ku jeesjeesay shaydaankii iyo ruuxii uu baadiyoobay ruuxii uu baadiyeeyey shaydaanku ciribtoodu waxay ahaatay annahumaa shaydaan iyo qofkii uu lumiyey labadooduba finnaari naarta dhexdeeda inay ahaadeen khaalidayni xaalihiin kuwa ku waaraya fiiha naartaa gudaheeda ku waaraaya wadaalika alkhuluudu waaridaas oo shaydaankii iyo qofkii uu duufsaday ay ku waaraan naaru jahannama jazaa'u dhaalimiina dhaalimiinta abaalmarintoodii wey saasaa dhaalimiinta abaalkoodu yahay marka shaydaanku marka hore qofka macaasidu u qurxiyaa macaasidu mar ku kadiyaa markuu arko meeshii ugu xumayd inuu maraayo markaasuu uga baxaaho ku jeesjeesaahu yidhi anigu kuulama jiro beryaan kaa ahay ilaahan ka baqi subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu ilaahay rusushiisa rumeeyeenow ittaqu llaaha ilaahay ka cabsada waltanzur nafsun naf kastaana ha fiiriso oo ha ka fekerto maa shaygii ha fiiriso shaygaasoo qadamat liqadin beri ay u hormarsatay beridaa waxaa loola jeedaa maalinta qiyaamaha ah ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala qof walba ee muumin ah waqtigan hadda ay joogtay fursadda leedahay ha ka fekerto ha ka fiirsato beri maxaa ka horeeya beri maxaa ka horeeya qiyaamihii oo dhana waxaa laga dhigay wax beri oo kale ah maxaa yale wax la tirinaayo oo wax imaanaayo qofku mahma adduyadan cumri dheer uu ku noolaado waa wax xisaaban wax marba hadday iska xisaaban yihiin amadkoodii muddadoodu waa dhowdahay muddadoodana waa qaliil wax hadda imaanaayo walidaalika tacbiirka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka cabiray qiyaamihii oo dhan beri beri maxaa kaa horeeya qabriga maxaa kaaga horeeya mowqifka qiyaamaha ee xisaabta ee siraadka ee miisaanka ee maxaa kaaga horeeya qof walba hadda ha fikirtuu leeya ilaahay subxaanahu watacaala intay fursadda haysato maxaa yale dhalalaalka adduunyada waa laga tegaa dhalalaalka adduunyadana waa dhammaana waa go'a kulligood adduunyada dhan haddii laysku duuduubo waa axlaam axlaam weye ruya ama calwasaad kulligeed adduunya adduunya raaxadeedoo dhan waa axlaam qofka waxaa laga yaabaa habeenkii inuu iska ru'yoodo isagoo guri qurux badan ku jira cunto macaan isagoo cunaayo firaash qurux badan ku jiifa uu ku ru'yoodo laakiin hurdada markuu ka soo tooso waxba kama hayo adduunyadu waa sidaasoo kale wuxuu yidhi nin shaacir ah ta'ammal idaa maa nilta bilamsi ladatan fa afnaytahaa hal anta ilaa ka xaalimi ta'ammal bal fekeruu yidhi oo fiirfiiri idaa maa nilta bilamsi ladatan shalay macaan haddaad gaartay shalay waa huruday waxbaad cuntay waa raaxaysatay raaxadii shahawaadkii naftaad gaartay fa afnaytahaa raaxadiina aad baabi'isay bal waxaad fiirisaa hal anta ilaa ka xaalimi nin calwasaadaya mooye maxaad kalood ka haysaa hadda raaxadii shalay aad samaysay cuntaad cuntay waa huruday shahawaad aad samaysay waxaaso nafta aad ku qancinayso dhan ayaad samaysay hadda maxaad haysaa hadda iyo shahawaadkii tegey maxaad ka haysaa xaalimaad ka tahay yidhi waa nin ru'yoonayo calwasaad wixii tegay oo dhan waa calwasaad markii la fiiri تأمل إذا ما نلت بالأمس لذة فأفنيتها هل أنت إلا كحالمي نعل وسادة يا مهان محاد كبت كهي ساهور نعل وسادة إيضا دنوا سداس وأحلام راح على الدير أحلام واتقوا الله مؤمنين تي إلهي كعب سدا محايا لإن الله إلهي خبير الله حق وقال كواهو بما شيء حكتي سأق شيء سو تعملون آت سمين إسا بدكم موقال كعمل كي أقيهين laakiin ilaahay xogtuu og yahay subxaanahu watacaala camalka saalixa muxuu ula jeedaa maqaasidda iyo ahdaafta iyo ulajeedada qofka uu camalka xataa ka leeyahay inuu ikhlaas yahay inuu ikhlaas darro ku samaynaayo ilaahay uu ogsoon yahay subxaanahu watacaala walaa takuunuu mu'miniintii ha ahaanina kaladiina kuwii oo kale ha ahaanina nasullaaha ilaahay halmaamay oo fa ansaahum ilaahay iyagana uu halmaansiiyey anfusahum nafafyaalkoodii uu halmaansiiyey ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala ha noqonina kuwii ilaahay iska halmaamay cabsidiisii waanadii ilaahay dikrigii ilaahay iyo daacadii ilaahayba ka tegay oo halmaamay
mar hadday ilaahay iyaguna dikrigiisa iyo daacadiisa iyo allakacabsigiisa ay halmaameen, aljazaau min jinsi alcamal weeyo, ilaahay wuxuu ku abaalmariyey naftoodiiyo iyagana la halmaansiiyey. Waa cuquubada midda ugu xun, naftaada in lagu halmaansiiyo, naftaadii adiga kugu dhex jirtay in lagu halmaansiiyo cuquubo midda ugu xun. Naftaada sidee lagu halmaansiin? Naftaada waxaa lagu halmaansiinaa wixii masaalixda u ahaa, wixii acmaashii jannada aad ku geli lahayd oo dhan ayaan lagu waafajinay. daqiiqad walba iyo tallaabtaad qaadaba waxaad shaqaysane naarta acmaashaad ku geli lahayd. qofka naftiisa la halmaansiiyo saas way dhaqankiisa. maalin walba, daaqad walba, tallaabta uu qaado iyo ilbiriqsi walba wuxuu shaqaysanaa, wuxuu naftiisa ku halaagi lahaa, wuxuu isku ciqaabi lahaa, wuxuu isku gubi lahaa, wixii naarta uu ku geli lahaa oo tilaab walba uu qaadaba shaqaysanaa. ilaah halmaansiye masaalixda naftiisa, wixii danta u ahaayo dhan ayaa laga jeedinaa. waxaa laga yaabaa daacadii acmaal yacni shaaqa ah oo ka dhib badan cibaadadii inuu ku jiro oo naar uu ku shaqaysanayo, daacadiiyo yacni ka fudud acmaasha uu jahanamo ku shaqaysanayona uu awoodi la'yahay. maxay tahay? masaalixdii naftiisa la halmaansiiyey uu awooda oo la halmaansiiyey. waa cuquubo aada xun. ulaa'ika, kuwaas naftoodii la halmaansiiyey, hum iyaga unbaa alfaasiquuna ah, kuwa faasiqiin ahoo daacada ilaahay ka baxay. laa yastawi, ma sinna asxaabu naari, naarta asxaabteedii iyo wa asxaabu ljannati, iyo jannada asxaabteedu ma sinna. ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala, dad naartii shaqaysanaya oo shaqadii naarta haya iyo dad shaqadii jannada haya ma sinna, way kala fog yihiin. ilaahay agtiisa way ku kala fog yihiin subxaanahu watacaala. asxaabu ljannati, jannada asxaabteedii, hum iyaga uunbaa alfaa'isuuna ah, kuwa liibaanay iyaga bisaa la dhihi karaa, dadka asxaabuljannada ah oo ilaahay subxaanahu watacaala abaalmarintoodii janno uu ka dhigay, adduunyadana uu waafajiyey camalkii jannada. cadamada qur'aanku ilaahay nooga sheekaynaa marka, qur'aanka cadamadiisa iyo heybada iyo makaanada qur'aanku ilaahay agtiisa uu ku leeyahay, ilaahay wuxuu yidhi, low anzalnaa, haddaan soo dejin lahayn, haadaa kan kaasoo alqur'aana qur'aanka ah, calaa jabalin, jabal dushiisa haddaan qur'aanka kusoo deji lahayn, jabal oo ruux aan lahayn oo caqli aan lahayn oo dareen aan lahayn, haddii qur'aanka aan kusoo dejin lahayn, la ra'aytahu, jabalka waad arki lahayd, khaashican, xaaluu yahay mid khushuucsan, mutasaddican, xaaluu yahay mid dildilaac maaya jabalku, min khashyati illaahi, liajli khashyati illaah, ilaahay cabsidiisa dartiisna u dildilaacaya, buurtii aad dildilaacaysa. qur'aankii markii lagu dul akhriyey, qur'aankan ay fahamtay buurtii, cabsi ilaahay la dildilaacay. aayaddan waxay tusinaya makaanada iyo mansilada qur'aanka ilaahay agtiisa uu ku leeyahay subxaanahu watacaala. waa tusaale ilaahay uu annagana siinaayo. walidaalika ilaahay wuxuu raacsiiyey, wa tilka taasi alamthaalu, tusaalooyin wey, nadribuhaa, tusaalooyinka waxaanu u yeelaynaa, linnaasi dadka, lacallahum, dadku waxay mudan yihiin, yatafakkaruuna, bal inay fikiraanoo, bal waxaa ka haysta qur'aankan inay ku tadaburaan oo qur'aanku uu saameeyo inay ku fikiraan. maxaa yeele buurahaas ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala, qur'aanka haddaannu kusoo dejin lahayn, buuruhu waa khushuuci lahaayeen, cabsida ilaahay dartiisayna la dildilaaci lahaayeen buuruhu. marka macnaheedu waxa weeye, qofkii qur'aankii aan ku khushuucaynin oo qur'aankii uusan saameynaynin oo qur'aankii dhaqankiisii uusan waxba ka bedelaynin, haba yaraatee buurtii inuu ka qallafsan yahay, saasaa soo baxaysa. buurahaas inuu ka qallafsan yahay, taasaa soo baxaysa. maxaa yeele bini aadamku fii bacdi alaxwaal wuxuu gaaraa mustawayaad uu ka fool xumaanayo, ka qallafsanaanayo dhagaxda, dhagaxda uu ka qallafsanaanayo. oo markii qaswatu lquluub ay dhacdo oo qur'aankii intaas haddii lagu dul akhrinaayo, wax isbeddela iyo wax saameyn ahu qur'aanka uu ku yeelanayo aysan jirinin. low anzalnaa, haddaan soo dejin lahayn, haadaa kan kaasoo alqur'aana qur'aanka ah, calaa jabalin, jabal aan kusoo dejin lahayn, la ra'aytahu, jabalkaad arki lahayd, khaashican, xaaluu yahay jabalku mid khushuucsan, mutasaddican, xaaluu yahay mid dildilaac maayo jabalku. muxuu la dildilaac maa la khushuuca? min khashyati illaahi, labadaba way u taallaa, khaashican min khashyati illaah, mutasaddican min khashyati illaah, uu la dildilaac maayo cabsi ilaahay darteed. wa tilka taas, taasu alamthaalu, ee tusaalooyinka ah, ka sifee ama khabar ka dhig, wa tilka taasi alamthaalu, tusaalooyin, ama mubtadaha ka sifee, wa tilka taas, taasu alamthaalu, tusaalooyinka ah, khabarkiina jumladan ka dhig, nadribuhaa, tusaalooyinkaas waxaanu yeelaynaa, linnaasi dadka. buurta waa tusaalu ilaahay leeyahay, tusaale loola jeedaa buurta. lacallahum, waxay mudan yihiin, yatafakkaruuna, bal dadku inay fikiraan, huwa ilaahay, allaahu ilaahay wuu, alladii, allahaasoo laa ilaaha ilaah kale uusan jirinin ilaa huwa, isaga maahane,
عالم الغيب والشهادة وحمقا يوحى حاضر كأه لبضب أليه أغايو ويسو مديهين السر عنده علانية سرت إلهي أكتي سو حكتها علانية ظاهر واضح حكتها هو إلهي الرحمن الله نحريستي سوى بلارن تهيو الرحيم نحريست قارك الله نحريست ويقيامة رحمة دي سوى قارك تهيدتك مؤمنين تأه صفات كاسي تلمامها سوى إلهي ليهي هو إلهي الله إلهي الذي الله سوى لا إله إله كالأسنجر إلا هو إساق ماهن الملك الله بقر كاهي القدوس الله ظهر سناي عما لا يليق به وحكستو إلهي لائق أنوهين وان إلهي أعنن مينين إلهي وكفق يهي الظاهر النظيف إلهي كيهي سبحانه وتعالى السلام ذو السلام نبت قليدا الله صاحب كاهي من النقائس وعما لا يليق به وحو البون نسخان يوحو البون إلهي أنوها بونين إلهي متكن نبت قليو كبت باديو سبحانه وتعالى المؤمن لرسله وللمؤمنين رسوشي سئي مؤمنين تا الله أرميه ورسوشي إلهي وحوق الرميه إنه يرون شيئيان أي إلهي عديه وقرآن كيسي كتبتي سماوية وكو عديه معجزاتنا إلهي وأويه إلى رسوشة معجزات كاسو تصنعي إنه يرون شيئيان إنه يرون شيئيان تصنعي معجزاتك الله مؤمن المهيمن الله شاهد كاه حاضر كاه ومرقاتك على كل ما يعمل وهو الباء الله السمين وعماشا الضمد السمين ينردن إلهي مرقاتي كيه سبحانه وتعالى العزيز الله غالبه وعدك غالب نغن كرتها إسنجر الجبار على ما أراد وحو الدونه الله يددك كفليه وحو الدونه الله فليه وحي الدونه إنه فليه عيدك هور إيمان كرتاي وحكت بدلي كرتاي سنجرين عبد الله بن عباس أساقه وحكو فسري أريق الجبار بمعنى العظيم بمعنى العظيم لكن مفسرين توحيو بديهين الجبار على ما أراد إلهي وحو الدونه أيو الدومد إلهي سبحانه وتعالى وكفليا وكو خصبا وعيدك هور إيمان كرتاي سنجرين المتكبر الله وينوي ووحو إلهي سبحانه وتعالى كوينيه وحو الباء إلهي اللائق أنواه وحو الباء إلهي أنوها بونين أي إلهي كوينا دي سبحانه وتعالى سبحان الله إلهي نزهنان تيسي عما شيء إلهي وكان نزهن يهي شيء سو يشركون قالد إلهي إلا وذا جنايا سبحانه وتعالى هو إلهي الله إلهي الخالق الله أبوري وإفكان الباري الله باللابي ومن العدم عدم إلهي إفكان كباللابي يقول جرن وإلهي بالله سبحانه وتعالى المصور الله صوره مقاله يصورك لددوان مخلوقاتك أيالي انت أسو مخلوقات صورك لددوان أي إلهي أيالي مدو وجهي سهوس وجيدي مدو أفر لغوض أيالي مدو لبال لغوض أيالي مدو حبتك كغرغورنا من آدم كيا انت أسو أنواع إلهي وكرده مد عدي مد مدوية مد قابن مد آفلي مد أن آفلي انت بإلهي وأبوري سبحانه وتعالى صوره ده مقالدك لددوان إله السمية سبحانه وتعالى له إله وحسك ليه الأسماء ومقعيه مقعيه ده سؤال حسنى وناك بدن لفظا ومعنى إله وحسك ليه مقعيه الفاد ده ده أي أدء معانيه قروح بدنيه معاني ده مركي لغوفة السيرانة إيمان أي كوكر لنا وغلبك إيمان أي كو زيادنا مقعيه ده قروح ده بدن وإله إسك ليه سبحانه وتعالى يسبح له إلهي وحا أتصبيح سدا ما شيء أصف في السماوات السماوات ككل حسوغان والأرض أرض الله وحا كل حسوغان إلهي أتصبيح سدا تصبيح مخلوق والبابا لايق أوهبون أي مخلوق والبابا إلهي أتصبيح سدا وهو إلهي العزيز الله غالب والحكيم أي حكمة بضان سورة الممتحنة هذه تني سورة الممتحنة سورة الليلة سورة الممتحنة وحكمتها سورة لها مدنقة كسود دقي مقالة مدينة المنورة حلقي وجوغي نبي صلى الله عليه وسلم سورة وحياله كهذا لدون توحى كم إذا قصة حاضب ابن أبي بلتعة قصة حاضب ابن أبي بلتعة وانا قصة سورة بأي كب الله بدون تو وحكى له سورة كهذا لدون تو وجوب البراء والتبرؤ من الكفار إن يواجب تهي براءة قال هذا إن لقبر النقضة تاسو إله سبحانه وتعالى وإنه يشوي الدون قيب كم إذا قصة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعكرا سورة كهذا للدونتا أحكام المهاجرات في صلح الحديبية قبله سوها جري فترة صلح الحديبية الوجري
gabdhahaas xukunkoodana suuradda ilaahay uu subxaanahu wa tacaala noogu sheegi doonaa. bismi illaahi raxmaani raxiim. yaa ayuha aladiina aamanuu, kuwii ilaahay rusushiisa rumeeyeenow, laa tattakhiduu, ha ka samaysanina, caduwii wa caduwakum, aniga cadowgayga iyo adinka cadowgiinna, awliyaa, kuwa aada xiriirisaan ha ka samaysanina. cadowga aniga, dadka aniga cadowga iga ah, xaqiigii ka soo horjeestay, ibeeniyey, adinkana cadow idin ah, kuwaas ha ka samaysanina, kuwa aada xiriirisaan. waa kufaartu ilaahay ula jeedaa gaalada. aayaddan sabab nusuulkeedu waxay ahayd saxaabigii la dhihi jiray Xaadib ibn Abi Baltaca, dagaalkii Maka Almukarama ee nabigeenu sala allahu calayhi wasalam uu doonayay Fatxulmaka, inuu Maka uu ku furto uu doonayay, ayaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam asxaabta wuxuu u sheegay in dagaalkaas akhbaartiisa la qariyo oon la gaarsiinin kufaaru Quraysh. Xaadib ibn Abi Baltaca marka warqaduu qoray, warqaddaas haweenayuu u dhiibay, wuxuu yidhi gaarsii heer yani kufaaru Quraysh magaalada Maka Almukarama degan, u sheeg inuu nabigu kusoo wajahan yahay sallallahu calayhi wasalam, rasuulku inuu kusoo socdo, ciidanka cadadkiisu ay intaasay leegyihiin, hubka ay wataan cadadkoodu intaas leegyahay, waqtigaasna lasoo weerari doono, u sheeg sirtii oo dhan u fakiyey. rasuulkeenu marka sallallahu calayhi wasalam arintii ilaaha u sheegay waa loo soo waxyooday sida ay wax u dhaceen. asxaab uu ka mid yahay sayidina Cali ibn Abi Talib uu diray rasuulka sallallahu calayhi wasalam, markaasuu wuxuu ku yidhi gabadha meeshaa maraysa, warqadda ay hayso ka soo qaada intaysan kufaaru Quraysh gaarsiinin. gabadhii sayidina Cali asxaabtii way ka daba tageen, soo bixi yidhaahin warqadda aada hayso. way inkirtay, wax warqada ma hayay jirto. waxay yidhaahin rasuulka alle sallallahu calayhi wasalam been ma sheegaye, warqaddii waa soo bixine ama dharkan kaa dhigayna, ama warqadda waa soo bixine. markaasay madaxa shaashka hoostiisa ay ka soo bixisay warqadda, shaashkeeda hoostiisa ay ka soo bixisay warqadda. warqaddii waa la soo qaaday, nabigaa loo keenay calayhi salaatu wasalaam, waa la akhriyey. warqaddii sirtii oo dhan inuu fakiyey ayaa ku qoran Xaadib ibn Abi Baltaca. nabigeenu marka sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi Xaadibo, maxaa kugu kallifay arintan? wuxuu rasuulka ilaahay, oo aniga meesha waxaa ii jooga dad ahala ah, maalna way ii joogay magaalada Maka Almukarama, xoolo badanaan uga soo tegey. marka intaan aan sirta siinaayo waxaan isdahayay, bal maalkaasi iyo ahladaha kuu badbaadiyaan, ee aniga maahan irtidaad diinta aan ka ridoobay, irtidaad iyo buqdi ilaahay aan nacay, rasuulkiisa aan nacay sallallahu calayhi wasalam, diintii aan ka ridoobay ulama jeedin, dantaas adduunya igu kalliftay. ee diintaydu waa sidii rasuulka ilaahay, dantaas adduunya igu kalliftay. markaasaa ilaahay aayaddan ku canaantay subxaanahu wa tacaala, aayaddan ilaahay uu soo dejiyey. yaa ayuha aladiina, kuwii aamanuu, ilaahay rusushiisa rumeeyeenow, laa tattakhiduu, ha ka samaysanina, caduwii wa caduwakum, aniga cadowgayga iyo cadowgiinna, awliyaa, ha ka samaysanina, kuwa aada xiriirisaan. awliyadaasoo tulquuna, aada ridaysaan ilayhim, xaggooda bilmawaddati, kalgacayl aada xaggooda u ridaysaan, kalgacaylkiinaba aada siinaysaanba gaaladii, waqad xaal aada u ridaysaan kalgacayl, kafaruu iyaguba ay gaaloobeen bimaa shayga ay ku gaaloobeen shaygaasoo jaa'akum, idiin yimid oo min alxaqi, xaqii ah, xaqii idiin yimid ayayba cadow u yihiin ka soo horjeedaan, see u xiriirinaysaan. midda kale haddana qabaa'ixdooda iyo fadaa'ixdooda waxaa ka mid a gaalada, yukhrijuuna waxayba saarayeen alrasuula, rasuulkiina way saareen sala allahu calayhi wasalam, wa iyaakum adinkana way idin saareen oo magaalada Maka idinka soo saareen, magaalada Maka Almukarama nabigana way ka soo saareen sala allahu calayhi wasalam, dadkii muslimiintaana way ka soo saareen. maxayna u saarayaan nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo dadka mu'miniinta? an tu'minuu liajli an tu'minuu, inaad rumaynaysaan billaahi, ilaahay aada rumaysantihiin darteeda idin saarayaan, rabbikum adinka rabbigiina, bis dembi kale kama aadnaan gelin, xoolo kama haysataan, wax kaloo yacni dembiga kama aadnaan gelin, keliya iimaankaasay idinku daba taagan yihiin, oo cadaawadoodu waa cadaawatu diin, waa akbaru cadaawo, cadaawo midda ugu foosha xun way cadaawatu diin, qof diintaas kugu cadaawaysanayo, diintaas kugu cadaawaysanayo, iimaanka kugu cadaawaysanayo. in kuntum haddaad tihiin, kharajtum, inaad u soo baxdeen, jihaadan liajli jihaadin, jihaad dartiis haddaad guryihiinnii iyo magaaladiinni Maka aada uga soo baxdeen, fii sabiilii, jidkayga aada ku jihaadaysaan, wabtigaa mardaatii, liajli ibtigaa'i mardaatii, ridahayga raadintiisa darteed haddaad guryihiinna uga soo baxdeen. in kuntumta, shardigaa jawaabkiisii waxaa laga fahmi jumladii horan soo qaadan,
بمعنى هذا صوب بحذين جهاد في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تلقوا إليهم بالمودة تلقون هذا صرا لا فهم هنجي الله ننو سو واحد صوب بحذين أنا قرده قرادين ميسان سو جهاد في سبيل الله ما هي واحد مكة وقصوب بحذين هذا قفر ده قرادين أيه إيه قال جعيل كودو ما لسلام قالانو إلهي لي سبحانه وتعالى إلهي رديه سنوان رادين قالنا وان حريرين واجعلان إلهي وحليه ما لسلام قالايا سبحانه وتعالى تصرون واتسريسنيسين واتقرسنيسين إليهم قال هذا حقه دي وحدكو قرسنيسين بالمودة كالقعيل مسلمين تنتات كقرسانة حرير هوس كالقعيل هوس أدلا سمينيسان قال دي وأنا نقول أعلم وحن أكسونها يوري إلهي سبحانه وتعالى بما شيء قاسو أخفيتم أدقرسين وما شيء نوان أكسونها شيء قاسو أعلنتم أدموجسين حبايقا ما قرصونا حكتي النهوسة يوحى أدموجينيسان انت بوان أكسونها ولذلك إن أكسونها إلهي وحوليها سبحانه وتعالى سداسا سرتي اللي بنانك أصدق وحد قرينيسين ورن أيام بنانك أصدق إلهي إلهي سبحانه وتعالى ومن يفعله ذلك الإصرار بالمودة بنركم عن علينا مستر كان كيف فهمين تصرون ومن يفعله ذلك الإصرار سريس قاس أو كالقعيل قال هذا هوس يعني حرير هوس إلا للسمائية وقال هذا هوس لقد جعل هذا قفك السمائية منكم أذنك حالو إذن كم ديها قفك أسي فقد حقيقة يضل قفك أسي ولمي سواء السبيل جدك متك ستوسا أيو كلمي قفكاس جدك إلهي ربي أو توسنا أو إلهي رديه سجارسيني جنة جارسيني قفكاس واقفي فربه دو قال أحررنا أو قال دي أجعليها إلهي سبحانه وتعالى سوى كسي ديغا إلهي وحويري إن يثقفوكم أيوغو بهدي إذن كبقوا ليستان وإذن كإتال رونادان قال دو يكون لكم أذن كوحيدين هانا يعني أعداء عدويالا إذن نغنايا ويبصدوا إليكم حق إنه حي أصف في ذنيا أيديهم قعمهودا إيهو ألسنتهم عربدودا بسوء حماته إذن كصف في ذنيا أفئي أدن با إذن كالرهيبا مايا وهذه فرصة ديال إذن كهلان سيوجع لاني سانوي مرك أغلي درسوا معه فرصة ير هذي إذن كهلان وحيدين صف في ذنيا قعمهودا يعربدودا أف هذي إذن لقاران وإذن كل بايا قعان هذا إذن لقاران وإذن كل بايان بسوء إذن كف إذن آيان حماتو أف يأدب إذن ريبان مايان يأوركو دوحة كجرة وعداوائي حماتا وودو وحي بجعلان لها ينقالدو لو تكفرون هذا كفر لها إذن هذا سيدو دو كلا نقل لها إذن سكة لكوغان عمايان إلا أد قالو دان أو أيقو كلا أد كنغتان سيدو مركا أجعلان إيسان سيدو أحرير إيسان أي إله إليه سبحانه وتعالى ولذلك وحوي وح مسلمين تهذا واقعا أي كجران واقعا حل أي كجران وح جارسيي ومسلمين تقيبا كم ده هو قالدي حرير هو سلسلة سميي حرير كه هو سو حي وقف إذا استن قالدي مسلمين تين كلا قي قيبيه وده هنا ذيك الصاحب عن ذي لنهاي كواسي عدو ويه أن يسكو ذي علن ومسلمين تدح ذي أي سكدران إلى هر وح جارن قبائل كي أي دح جارن وقبائل كي يسكور كينا ينهض قبائل كي سومالي ده intay kala bartaan inay iska horkeenayaan hadda iska dhaaf wadankii guud ee Soomaali guud iska dhaaf waa sida Ilaahay uu noo cadeynayo xaq uu yahay waa cadiyo lan tanfa'akum ma idan anfa'is wiir Ilaahay subhanahu wa ta'ala arhamukum qaraabayaalka aad sheegaysaan oo dileen qaraaba noo jirta xaq oo qaraabadan ku ilaalinayne diinka bax ula ma jeedna xiriirka gaalada aanu sameeyne maxay idin ku tiri qaraabadaas aakhiro wala awlaadukum arhurtiinuna idan anfa'imayso يوم القيامة مالنت قيامها يفسر إلهي وكالصاري بينكم دحدين بين أولادكم وبين أرحامكم إلهي وكالصارة يعني قيبتي أولادي يرحم كي هديسا عقيدة إذن كوافق سنين وقال هذا أي راعين جهنم لقينا والعياذ بالله أذن كون هدى المسلمين تين جنبيا إلهي دين قينا مركا وابكا لتقيسان آخر بس لاس أدوكو كلا تجيسان ماشي نلاش أي دائم كهيد أو نلاش لجو وراي أدوكو كلا تجيسان سدرتود أدمر كاس إلهي وعاسنا إنسان أولاد إلى لنتيد يرحم يقرب إلى لنتيد سإلهي وعاسنا إنسان سبحانه وتعالى والله إلهي بما شيء قاس وتعملون أتصمين إنسان بصير مد أركي أجيده
وإذن لصعدا وحد سمين إسان وإله إليه سبحانه وتعالى قصدا مرك إله نوشيق وإله إليه كد إسادا النبي إبراهيم البراء من الكفار سدواها قال هذا سوء قبر النغنجري وكان النبي إبراهيم كد إسادا قد حقيقة كانت لكم أدينك وحايدين هاتي أسوة كد يشو كد يشدا سوء حسنة وناكسا في إبراهيم أت كد يتان نبي الله إبراهيم يو الذين كوي معه إساق معي إساق مؤمنين أساق جدك سراعي أت كد يتان إذ وقتنا أت كد يتان قالوا أي راهين لقومهم قوم كودي أي كوي راهين نبي إبراهيم يا مؤمنين راعي قوم كودي قال داها مرك الله هذا لينا وحي كوي راهين إنا أنقو براء كو بريان هاي منكم حقي النبريكا ومما شيء حقي سنبريان كنهاي شيء قصو تعبدون أدعاب ديسان من دون الله إلهي كسكو أدعاب ديسان كفرنا وان قالوني بكم أدينك وان إذن كو قالوني وبدأ بيننا دحدنا وحا ظاهري إيا وبينكم أدينك دحدينا العداوة عدوة النمو إيا والبغضاء وعرو أبدا ولقد أي سلاس أظاهرت ولقد حرير يا لمن ساسي أهانجرين ضدكي هوري نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إيا مؤمنين تيجدكي سراعي ساسي أقوي جرين وقبر النقن جرين ضدك قال هذا مرك إلهي وحوله سبحانه وتعالى نبي الله إبراهيم خليل الرحمن إيا مؤمنين تيجدكي سراعي أقد ديدا سلاس أقد ديدا عدوك إلهي سلاس أقبر النقضة حتى أنتي أي عرد أي عداوذ أي دحذة النظاهرتي تؤمنوا أذكر رمين إسان بالله إلهي لا أذكر رمين إسان وحده منفردا كالقس حاله يا إلهي إلا جدك إلهي أتكسر راعي إسان أو إلهي سبحانه وتعالى أذكر رمين إسان سلاس عداوذ دحذة أيوتها الله إلا قول إبراهيم نبي الله إبراهيم قول كي سماهن إلا قول إبراهيم وحنكسو إستثنونينا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم أسوة حسنة في إبراهيم نبي الله إبراهيم واتكد ديانا إسان إلا قول إبراهيم نبي إبراهيم قول كيسا أوضنان أقد ديانين ماهن لأبيه أبيس أكويري هذا الكان هو أقد ديانينا انت كلا أقد ديانا ومحو أبيس كويري نبي الله إبراهيم لا استغفرن دمداف ويديه أو دمداف ويديه لك أديك إلهي دمداف أيان كويدين ساسو أبيس كويري أبيس سوى قالة ووحو دهي أبلن قاديي استغفارا إلهي كوي الدين ودهي تاسم الله قد ديانا أيها النبي الله إبراهيم محايا لما بنانا قف قال إن استغفار له ويديه إلهي سبحانه وتعالى مرك كلمة داس مركو دهي النبي الله إبراهيم وإنتو أن لو عدين أبيه سنو قال لما أكد من أيه إنتو أن لو عدين إلا قول إبراهيم نبي الله إبراهيم قول كيسا أوضنان أقد ديانا إنماني قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إلا قول إبراهيم أذنان أقدّيّن إن ماهن نبي إبراهيم قول كيسي لأبيه أبيه سأكوير نبي إبراهيم لا أستغفرن دمداف دلبي أو دلبي لك أديك أبو دمداف أن إلهي كاقد دلبي هذا الكاه أقدّيّن إن أوه قال هذا دمداف إلهي هو يديننا وما أملك من ملك كره لك أديك أبو من الله من عذاب الله إلهي عذاب كيسي من شيء أي شيء وحبك من ملك كره عذابك إلهينا وحن كاقد دفاعي كارو مجرته وحبا كامد دفاعي كارو عذاب إلهي هدوك وقسوه وجهموه هدى إلهي كبغ لكن أود ديدو وحيتها استغفار أود ديدو استغفار لكن استغفارت النفط هذا مركي الله شاقي أبيهين وقال لما كل من أيو هو اسك جوجي استغفارتي النبي الله إبراهيم ربنا يا ربنا ربي غنيو ربنا لنا ومن مقالة قوم إبراهيم من مقالة قوم إبراهيم والنبي الله إبراهيم قوم كي راعي جد كي سير راعي هذا الكودية صعودة محي راهن ربنا يا ربنا ربك نيو عليك الدشاء أن توكلنا تلصارني وإليك حقا أنبنا وأن أصلابني وإليك حقا